الخاوة نحير وش الحاجة اللي تخلي الناس تشري سمارت فون كيما هذا وحتى انا ما نجاوبكم على هذه شريت الاليفون ارمر 19 انتي اللي والمني لأنه وش نكسب من لي سمارت فون ما يشدوش معايا لمده طويله لكن كي جربته حيرتني هذه الكاميرا المات اللي مدت لي ميزه مش نورمال وهي كاميرا حراريه وبالك بزاف ناس ما يعرفوش وش الفايده منها وحتى انا معكم أي قلت نتقفوا مع بعض وين في الامن وتساعد الناس اللي مثلا يخرجوا في الصحراء في الليل بحيث تكشف على الحشرات والحيوانات تزيد تكشف تسرب الغاز تسرب المياه وتساعد في الكثير من مهن الصيانه وحتى في صيانه الهواتف وكما قلت هذه اول مره نجربها قولوا لي انتم في التعليقات اذا عجبتكم واذا تحتاجوها نرجع للديزاين هو الحاجة الأولى اللي عجبتني قبل ما نشري الهاتف من الي ونشوفو الديزاين ظهر كامل من البلاستيك مقوى واللي عنده شهادة الجيوش وهذا تقدر ترميه من علو 90 سنتيم على البيضة وما راح يسرق له والو وتقدر تعم به لمدة 30 دقيقة لعمق متر ونصف مش هذا فقط شوف الديزاين روعة عندك وين شريحتين ولا كارت ميموار والازرار مصممينهم بالديزاين قوة مع هذا الكونكتر وين تشبك له اكسسوارات وهنا يقدر يرجع ميكروسكوب واندوسكوب فيه أكثر ميزات يعني هذا هو الماتريال القوي والشي الملح اللي فيه كاين وين ندير الكيت مع السماعات مع منفذ شحن اس إيه بي تايب سي بسمك 18.8 ملم ووزن 409 غرام يعني شوية ثقيل لكن صدقوني كاين ناس تعشق هذو سمارت فونز للظهر مع ذوك الكاميرات والفلاش سوداسي وين تقدر تخدم به كلمبة في الليل عادي ونشوف الكاميرات الأساسية 108 ميجا بيكسل اللي كانت عندي تجربة مميزة معها خصوصا في الليل ما عندي وش نقول ما شاء الله بالنسبة للصور العادية في النهار بدت لي جودة قوة بزاف ظروف الإضاءة ملاحة والتفاصيل كثيرة لكن المشكلة اللي لقيتها فيها الصوت ناقش شوي على كل حال مدت لي تجربة روعة مع تقريب 2x واضح وصحاب الايكوم اللي خدموا به يخرج عليكم حتى أن يصور فيديو 2k مع 30 فريم بنفس التعليق للصور فيه نفس الميزات ونفس العيوب وينقصوا فقط معنى الاهتزاز يعني لما تثبت التليفون راح يعطي فيديو ما شاء الله وانا ما على جال الصور لكن في هذو الميزات عجبوني حتى انه يصور تحت الماء عندك ساد في قوه ما شاء الله بدقه 16 ميجا بكسل يعطيك تفاصيل مش عاديه للتعديل على هذه الصور زيدي يصور فيديو فول عليه نفس الدقه والتفاصيل حتى الالوان عليه صافية هكذا كدير خرجه مع صحابك تصور بها عادي وديما مع الديزاين نشوفوا الشاشه تدي 72% تقريبا من الواجهه يعني حواف كبار كما تشوفوا من نوع الاي بي اس ال سي دي لكنها عالية فول اتش زيد فيها معدل تحديث في 120 هرتز هكذا ترجع عندك تجربه سموث كما الشاشات الجدد مع مستشعر بصمة باس كي تفتح يكون شوية ثقل من التعرف على لومبرانت قوة ما يديرش هذوك الغلطات على هذي عجبني زيد لقيت في حماية غوريلا غلاس 5 وهكذا ما كامل مع مشكلة الشاشة اللي تكسر وتنشق وصراحة قبل ما نجيبو كنت خايف شوي من البرفورمانس مي صاحبي هنا عندك 256 جيجا في لاميموار و 12 جيجا اللي قدرت نزيد لها 5 جيجا وين عندي 17 جيجا رام صديقي مع الهيليو 99 اللي جاب 180 الف نقطة في الانتوتو وكما تشوفوا قوي في بروسيسور متوسط في الجراف واكيد عملنا لها بارتي في الكود والله يبارك ما يسخنش والباتري تشد ما شاء الله زيد ما فيهش اللاج وما حسيتوش ثقيل كثير كي كنت نلعب وين مشات لي ب 30 فريم والبابجي مشات لي على 40 فريم هكذا تبدل شويه الجو ولازم تكون فيه باتري كبيره سينو وما درنا والو وهنا لقيت عندي 9600 ميلا امبير وننصح به الناس الصحراء اللي عندهم قصه عشق ما تكملش مع هذو لي سمارت فون وفيه شارجر 66 وات وتقدر تدير له وايرلس 15 وات يعني شاحن لاسلكي وعجبني لان انه بالخف والباتري هذه شدت معايا ما شاء الله و10% تقدر تلعب بها حتى زوج سوايع واكثر وحسب انت في الاستعمال العادي شحال يشد معك وزيد اهم حاجه هي الريزو والشبكات وين يكون الالتقاط جيد مش هذاك الخارق والواي فاي عليه هايل مع وجود الانفسي الراديو اف ام الجي بي اس البلوتوث 5.2 وميزات واحده اخرى تكتشفوها في التول بايب كل هذا بسعر شوية غالي 390 دولار على أليكسبرس مع شحن يتقام بالتقريب 86500 دينار جزائري وهذو اللي فيهم كاميرات حرارية جشوية غالية لكن الصراحة كان هاتف قوة فيه كثير ميزات وفيه عيوب اللي ذكرناهم وإذا انتم جربتوها وحبيتوا تشرو التليفون كما هو لي في التعليقات وش الميزة اللي عجبتكم فيه واللي شفنا أول مرة يدخل معنا في القناة تراكم تعرفوا دعموا ولد بلادكم باش ديما نجربوا حاجة تجدد مع بعض ويا سلام